بالتأكيد الرقم الصعب بالنظر إلى قيمتي على الصعيد الإفريقي وبالنظر إلى مساره المتوهمين في فترة قصيرة وقبل مع فريق ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني. إذن دخول لاعبي يا بنان أربعة غادو رقم خمسة أونيونغو رقم ستة جوم جيلارنو رقم عشر في نسخة الكابون 2017 عندما خرج من الدور الأول. هنا المفاجأة وعنصر المباراة في مصر تصل الكرة لجهة اليمنى. بالمناسبة الصافرة اليوم هي مغربية تحت القيادة دوكو إيكامبي مهاجم نادي فياريال وتشوبا موتينغ لاعب نادي باريس سان جيرمان دون لكن الدفاع هنا سواريز اللاعب الذي ينشط في الدوري البرتغالي يبعد الكرة الماضية. إنغام فوريس وسط الكرة في الجهة اليسرى لفائدة منتخب غينيا بيساو ممتاز المراوغة والعملية بعد ذلك في ملاعب مصر بحكم أنه لاعب هو مهاجم نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري. تصعيد ثابت على الحضور باستمرار في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بينما لدينا كرة وفرصة الهدف الأول تضيع. الفرصة الأولى تضيع لمنتخب الكاميرون عن طريق كان 84 كان الإنجاز وبعد 88 في المغرب وتحديدا الدار البيضاء سننتظر العطاء الكبير ليد المنتخب. هنا كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء ووضع التسلل على ما يبدو في الكرة الماضية. التسلل يشير إليه الحظ يلعب قصيرة هنا لمن بيكيتي يطالب بها بيكيتي في العمق وفرصة لتسديد جول. يا سلام على هذه التسديدة يا سلام يا رافينيات يا الكان. هذا معناه زيادة عدد المباريات وزيادة التنافسية وفرصة هنا صعود الأطلس المنتخب المغربي مجموعة التي ضمت الملاوي وجزر القمر. هكذا كان الترتيب بيق وزامبيا. هذه كرة كاميرونية داخل منطقة الجزاء فرصة. هذا الإنجاز بكل تأكيد تشوبا موتينغ انطلاقة سريعة من بيكيتي ممتاز يا بيكيتي رائع جدا هذا اللاعب. إذن ستلعب الرمية الجانبية بسرعة مرفوعة الكرة مرفوع الكرة لمسها رودي نولسون كانت في اتجاه لعبة جوب اوان غادو. اذا تلعب هذه الركنية للقائمة الثانية فرصة جوناس في المكان المناسب. هذا لاعب انغادو صاحب المتابعة بالراسية انغادو في وسط الميدان استلام من جوم جيل ارنو اللاعب الذي ينشط في الدوري منتخب غينيا بيساو فرصة للتسديد التسديدة بعد ذلك لكن بعيدة تماما الى الركنية. يقول الحكم نور الدين الجعفري نعم والذي يحاول في هذه الأثناء والكرة تمرر بهذا الشكل دائما الخطورة حاضرة وهنا نصف هوائية في لقطة استعراضية من طرف المدافع جواريس واريس اسم اللي اعتمد على اللاعبين شباب قاموا بالواجب روح المجموعة فازوا باللقب والكاميرون تواجه فرصة جول فرصة جول. هذا تزامن من المهمة للفوز باللقب هو الجانب البدني الآن زيادة عدد المنتخبات وهذا معناه قدم مباراة تكتيكية ممتازة جدا. تصل الكرة لداوا تشاكوندي تجربة ربما الفريدة من نوعها في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لأنه لم نتعود على مدربين هولندا قصيرة في الدوري الصيني مع نادي شينزن. توصل كرة من جديد للجهة اليمنى على فكرة دائما كاميرونية استلام هذه المرة من الجهة اليمنى ناحية اللاعب داوا تشاكوندي هنا المراوغة باسوسوك لازال يحافظ على الكرة فرصة للتمرير تسامبو الريال كرة في وسط الميدان لفائدة منتخب غينيا بيساو محاولة المرور هناك الساف كيف دخل منطقة الجزاء بينما لدينا كرة كاميرونية فرصة غير معقول يا باسو غوك فورم وكذلك تزامبو انجيسا وصلت لي توكو إيكامبي يمر إيكامبي فرصة مرة جانبية الفكرة ممتازة يا توكو يا إيكامبي في مساره على مستوى نهائيات كأس الأمم الإفريقية يعني في نسخة واحدة سجل 6 أهداف طبعا من يلعب كرة قصيرة باسو غوك يعمل مراوغة فرصة جول
الراسية موجودة والمتابعة أجمل. رجاء إذن داوا تشاكوندي يسعد لتنفيذ التماس. داوا تشاكوندي ورا هنا مرفوعة والمتابعة بعد ذلك خطأ من حارس المرمى لنا والفرصة لازال من جانب منتخب غينيا بيساو مرفوعة داخل منطقة الجزاء وإنانا والدائرة الأيمن داوا تشاكوندي تلعب هذه الركنية مرفوعة الكرة هي فرصة التقدم من جديد داوا تشاكوندي منتخب غينيا بيساو أنه يلعب بارتياح كبير من دون أخطاء ومن دون ارتباك بعيد تماما كامبي عملية استرجاع الكرة ممتاز فيها منتخب غينيا بيساو يعني دائما حاضر مع اللاعب ماني مع زيزينيو وكذا بانانا لتزامبو بانانا لتزامبو انكيسا انكيسا المجال المغلق بانانا يرفع يايا سلام كادو في دار المدافعين دائما فرصة فرصة ايكامبي 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 يعني المشكع تزامبو انكيسا يفضل داوا تشاكوندي ندخل الوقت المحتسب بدل الضايع ولدينا فرصة 0 كاميرون سيطرت نسبيا فرص كانت كاميرونية كانت اخطر عن طريق في حراسة المرمى يايا اويونو داوا جوم مانشيك نغادو تزامبو انكيسا تشوبو موتي ثير ليمان ينفذ الالتماس كرة مرعوبة داخل منطقة الجزاء الدفاع بعد ذلك بقيادة اللاعب انداكو يتدخل هو نور الدين الجعفري ايضا عنده الامكانيات لاحراز اللقب وحقيقة الميدان وهنا كرة لفائدة غينيا بيساو حكم الدفاع يقوم بردة الفعل وامكانية للتسديد بعد ذلك فرصة فرصة وضعية تسلل وضعية تسلل من جديد يا توكو يا كاسولجي الذي يحضر في هذه النسخة بينما كرة كاميرونية تشوبو 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 حارس جوناس مينديس يحرم الثالث هذا يعطي فرصة حتى لغينيا بيساو تشوبو موتينغ على المراوغة أولى ثانية في لحظة استعراض في لحظة إبداع وفي لحظة استعراض منك يا تشوبو لا زالت تشتغل وهنا باسو جوغ وفرصة دائما تبقى قائمة تسديدة غير معقول هيجان وطوفان ومد نجوم هذه المرة ليس في الأضواء ليس في البريمير ليج ولكن في الشامبيون شيب هذه كرة بين ماتوكو كامبي وفرصة بربات الراسية هنا عرضية او يونغو باسوكوك يمشي للكرة باسوكوك شنو يعمل باسوكوك داخل انشو مع تشوبو موتينغ يدخل تشوبو ضاعت الكرة كرة منقولة في وسط الميدان تمشي للجهة اليمنى مرعوبة هنا العرضية قال الثعلبير في الرنار اللي يبقى المدرب الأجنبي الوحيد اللي فاز ببطولتين مع منتخبين مختلفين لا كوت ديفوار 2015 وقبل المنتخب الكاميروني الإشارة من نور الدين الجعفري واتسامبو أنكي سيسدد ولكن الجدار طبيعي جدا أن يكون هو الاسم الأبرز في المنظومة الهجومية لمنتخب الكاميرون لاعب نادي باريس سان جيرمان ماذا تفعل يا إنانا ماذا تفعل يا سننتظر كذلك المنتخبات اللي تحت الأفضل مركز ثالث بينما تلقى باسو جوغ يرفع على القائمة الثاني إذا الكرة العرضية سوء تفاهم بين آخر مدافع وأونانا يا سلام يا مخيرة الفعالية والنجاة أمام المرمى تشوبو موتينغ يمرر كرة ناحية الأب داوا العرضية يا داوا الركنية لفيدة الكاميرون توكو إيكامبي يرفع في القائمة الثاني جول أخيرا الكاميرون تسجل أخيرا الأسود الغير مروضة تظهر أخيرا الكاميرون نعم تفعلها وتفتتح باب التهديف قلت الكاميرون عندها قيمة كبيرة جدا في الضربات الراسية عندها قوة كبيرة في الضربات الراسية الركنيات لم تأتي بأي جديد ولكن هنا حضر الجديد أداء هجومي يقود المايسترو تشوبو موتينغ لاعب نادي باريس سان جيرمان يلعب لأويونغو أويونغو يرفع أويونغو يعلي أويونغو وخطأ ثاني جول جول باوكين من أول كرة ومن أول فرصة ومن أول لمسة يسجل ثاني أهداف الكاميرون خطأ لا يغتفر في الدفاع وعندما تخطئ تدفع كاش العقاب جامد باوكين في أول لمسة وفي أول كرة وفي أول هجمة منذ خلق مني الفوز باللقب الإفريقي على حساب نيجيريا فرصة راسية وجول ورا
ردة فعل، أول ردة فعل لمنتخب غينيا بيساو. شوبو يامتينغ مرة أخرى ترجع للكرة لإفادة المنتخب غينيا بيساو، فرصة لكن هناك صافرة.